الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوازي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ستظلنا أيام عظيمة، أيام مباركة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وأثنى عليها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. هذه الأيام هي الأوائل العشر من شهر ذي الحجة، ولعل بدايتها تكون يوم الأربعاء. My dear brothers and sisters, we are about to welcome noble, great, sacred days. These days are the first 10 days of the month of Dhul Hijjah, the last month in the Islamic calendar, the 12th month. These days Allah praised them in the Quran and saw the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the Sunnah. فعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. In the authority of Jabir, may Allah be pleased with him, that the Prophet صلى الله عليه وسلم said the best days of the year are these 10 days, means the first 10 days of the month of Dhul Hijjah. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العمل الصالح يحبه ربنا تبارك وتعالى، ولكن خاصة في هذه الأيام العشر. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله فيما سواها؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني العمل الصالح الوحيد الذي يضاهيها ويتفوق على العمل في هذه الأيام هو الرجل الذي يخرج بنفسه وماله في سبيل الله، للجهاد في سبيل الله، فلا يرجع هو ولا يرجع المال. Also in the authority of Ibn Abbas, may Allah be pleased with both of them, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, there are no days during which the righteous actions is so pleasing to Allah than these days, the first 10 days of Dhul Hijjah. They will start this Wednesday. Then the Prophet ﷺ was asked, O Messenger of Allah, not even jihad in the cause of Allah, means outside these days? The Prophet ﷺ replied, not even jihad in the cause of Allah, except in case one goes forth with himself and with his wealth and does not return with either of it. Yani means that if a man outside these 10 days during the other days of the year will go in the path of Allah in the jihad with himself, with his property, with his wealth,
and does not return with anything, neither him or his wealth, then this amal, this action, will overweight the actions that are done during these 10 days. لماذا هذه الأيام عظيمة عند الله تبارك وتعالى؟ وقبل أن نشرع أو نشرع في لماذا هذه الأيام عظيمة، نذكر فضائل هذه الأيام. So we will start إن شاء الله تعالى to mention some of the virtues of these 10 days, the first 10 days of the Hijjah. الفضيلة الأولى أن الله تعالى أقسم بها، قال تعالى والفجر وليال عشر. الله سبحانه وتعالى swore by these 10 days in the Quran in سورة الفجر. He said والفجر وليال عشر. By the فجر, the فجر time, the dawn time, and by the 10 nights. والليالي العشر هي عشر ذي الحجة عند أهل التفسير. The interpreters of the Quran agreed that they are the 10 days of the month of ذي الحجة, the first 10 days. في هذه الأيام كذلك من فضائلها أن فيها يوم عرفة والحج عرفة. من وقف بعرفات ولو للحظات قبل غروب الشمس كتب له الحج. ويوم عرفة يوم المغفرة، أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل في عشيته، وهذا يوم التاسع، أن الله ينزل في عشيته إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلال الله وكماله. أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات لله تبارك وتعالى ولا يسألون عن الكيفية، لأن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، فنؤمن بذلك. ينزل في عشية، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل في عشيته إلى السماء الدنيا فيباهي الملائكة بأهل عرفة فيقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا أتوني من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي أشهدكم أني قد غفرت لهم. One of the virtues of these 10 days, the first 10 days of the month of Dhul Hijjah, and to be specific, the 9th day, يوم عرفة, the day of Arafat, when the pilgrims are on the mountain or the place of Arafat, it is the day of مغفرة, the day of forgiveness. And the Prophet صلى الله عليه وسلم said, حج is عرفة. If you are on Arafat, this is the place of Arafah, even for moments before sunset, you have fulfilled your Hajj, your pilgrimage. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said about this day that Allah the Almighty descend down to the first heaven. This descendant of Allah befitting His holiness and majesty. Allah told us that he descend down, but how? Allah subhanahu wa ta'ala knows. He told us that he does descend, but he didn't tell us how. So Ahlul Sunnah wal Jama'ah, we believe in that. Then Allah will tell the Malaika, he will be proud about the believers who are on the day of Arafah. He will tell the Malaika, look at my servants. They're dusty. They're sweaty. They came from everywhere. They're seeking my forgiveness. They're seeking my mercy.
They're fearing my punishment. Bear witness that I have forgiven them all. So the day of Arafah is the day of maghfirah, of forgiveness. وفي هذه الأيام اليوم العاشر يوم النحر اليوم الذي يبدأ فيه التقرب إلى الله عز وجل بالأضاحي أضاحي العيد إراقة دماء الأنعام من الغنم والمعز والبقر والإبل تقربا إلى الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى لا يناله الدماء ولا يناله اللحوم ولكن يناله التقوى امتثالا واتباعا وإحياء لهذه السنة سنة أبينا إبراهيم عندما فدى الله سبحانه وتعالى إسماعيل بكبش ومدت سنة الأضاحي يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر الذي يلي. So also the virtues of these 10 days, the first 10 days of the Hijjah is the day of sacrifice that follows the 9th, the following day of Arafah, the 10th. This day is the first day where Muslims, they offer their sacrifices, they offer an animal, they sacrifice it, reviving the sunnah, the way of Prophet Ibrahim, when Allah subhanahu wa ta'ala ransomed Ismail by Iram. So Muslims remember the sacrifice. Muslims remember the symbol to forward Allah subhanahu wa ta'ala commands over our desires and what we like. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the best days to Allah subhanahu wa ta'ala, or amongst the best days to Allah subhanahu wa ta'ala, is the day of sacrifice. كذلك في هذه الأيام المباركة تجتمع أمهات العبادات. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. One of the beautiful sayings of Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, the interpreter of Fath al-Bari, the one who explained Sahih al-Bukhari, is that he said one of the virtues, the greatest virtues of these 10 days, that we see the mothers of worships, of acts of worship in Islam, are all gathering, they meet during these 10 days. The 5 daily prayers, fasting, sadaqah, almsgiving, and hajj, pilgrimage, and umrah, and these ibadat does not gather and meet in any other days. طيب أيام تبين فضلها وعظمتها فكيف نستغل هذه الأيام؟ ما هي الأعمال التي بوسعنا القيام بها خلال هذه الأيام العشر؟ So my dear brothers and sisters, the virtues of these days now are known. They're noble, great days. How can we get advantage? What can we do during these 10 days? أولا وأقول هذا الكلام وقلوبنا تعتصر ألما وحزنا على أن نقول
من أفضل الأعمال الحج والعمرة. وقد حيل بين المسلمين وبين الحج والعمرة هذا العام بسبب هذا الوباء، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يذكرون عندما يذكرهم رب العالمين، ومن الذين يتعظون عندما يرسل الله تبارك وتعالى الآيات تخويفا. لأن المشاهد إخواني الكرام بأن الناس في غفلة سادرون، لم يتعظوا ولم يعتبروا، ما رأينا فعليا من الناس من يريد أن يغير نفسه، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فيروس لا يرى بالعين المجردة اقتحم زحف من دون أي عوائق إلى كل بيت وإلى كل منطقة، الإصابات بالآلاف يوميا، نسأل الله السلامة والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بحج بيته، وبأن يرفع هذا الوباء حتى نتمكن من زيارة بيت الله الحرام. والصلاة والدعاء، الركوع والسجود فيه. My dear brothers and sisters, the best actions that we can do during these 10 days, and I'm saying this, and there is sorrow in my heart to say that the best of the actions during these 10 days is Hajj, pilgrimage, and Umrah. And due to this pandemic, the COVID-19 coronavirus, today or this year, this season, the Hajj, going to Hajj, is very limited only to the people of Mecca. And this is a reminder, my dear brothers and sisters, this is an admonition. Allah subhanahu wa ta'ala is sending us the verses and the signs, one sign after another, so that we can take heed, so that we can wake up, so that we can change ourselves, but we don't see the change. And Allah subhanahu wa ta'ala a'lam, what's coming is more difficult for only the people who feel it, the one who have the live consciousness. If they can see the signs of Allah tabaraka wa ta'ala, people are not caring. Wallahi, I see subhanallah sometimes my brothers not caring at all, not thinking about, I haven't prayed Jum'ah today because the masjid is closed, I can't go to Hajj this year because I can't due to the virus. Instead, partying, going out, having fun, as if nothing is occurring and nothing is happened. I'm not saying we can't do that, but where is the sorrow? What is the sorrow in our hearts for us unable to perform the ibadat, the acts of worship? من الأعمال. So to continue, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Umrah is an expiation for the sins committed between it and the previous Umrah, and the reward of Hajj, the accepted one, is nothing but Jannah. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us an easy path to go and do pilgrimage,
and to visit again al-Masjid al-Haram, to make this dua beside the Kaaba. Allahumma ameen. وكذلك من الأعمال التي بوسعنا أن نفعلها خلال هذه الأيام وخاصة أول 9 أيام الصوم، فهو داخل في جنس الأعمال الصالحة. وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة من بين الأيام بمزيد عناية، وبين فضل صيامه قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. إياك أن تنساه، إياك أن تنساه صوم يوم عرفة، لأن بعض الناس ينسوه، وهذا دليل على الغفلة والانشغال بالدنيا. لا تنسى موعد اليوم اللي تبعث فيه الضرائب، لا تنسى اليوم الذي تدفع فيه المورجج، لا تنسى اليوم الذي تدفع فيه أو سيأتيك فيه تشيك، ما تنسى، إنه مشغولون في الدنيا. The second thing we can do during these 10 days, especially the first 9, is fasting. Because fasting goes under or goes with the pious, righteous actions that we can do during these 10 days. And to be more specific and to highlight it, especially the day of Arafah, which is the 9th for those who are unable to do Hajj this year. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, fasting the day of Arafah, for indeed I anticipate that Allah will forgive the sins of the year after it and the year before it. So don't forget about this day. Don't forget about it, just like you don't forget about the tax day, about the mortgage day where you have to pay your mortgage, the day where you go to receive your citizenship, the U.S. citizenship. You don't sleep that night. Don't forget about this day. من الأعمال الصالحة التكبير والتحميد والتهليل والذكر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فذكر الذكر. وجمهور العلماء على أن الأيام المعلومات هي 10 ذي الحجة. So my dear brothers, what we can do during these days, glorifying the name of Allah, tasbih, tahleel, saying alhamdulillah, praising Allah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, because Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, in Surah Al-Hajj, so that they remember the name of Allah in known days. And these known days, some of the scholars said they are the first 10 days of the month of Dhul Hijjah. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. Also the Prophet صلى الله عليه وسلم said, there is no great days and more beloved to Allah the actions like these days, the good deeds like these days. So multiply, do the efforts, increase. You saying La ilaha illallah, Allahu Akbar, and Alhamdulillah. And you can do that at the first day. وصفة التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. هذه صفة، وصفات التكبير كثيرة. How we do تكبير: glorifying the name of Allah, الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. This is one. And there are many ways to do it as well.
كذلك مما يشرع في هذه الأيام الأضحية، وخاصة في اليوم العاشر يوم النحر. Likewise, one of the actions we can do during these days, especially the 10th, it starts on the 10th, is the sacrifice, to sacrifice an animal. ولكن ننبه من أراد أن يضحي سواء مباشرا بيده أو وكل أحد عليه أن يمسك من شعره وأظفاره حتى يذبح أضحيته أو تذبح له. The sunnah is anyone who is intending to do the udhiyah, the sacrifice, is he must withheld cutting his hair, any hair in the body, and trimming his nails until he or she has done their sacrifice or has done for them. Because some people, they may entrust someone overseas to do it for them. وحكم الأضحية واجبة على من يقدر عليها. The hukum, the ruling on the udhiyah, on the sacrifice, it is a wajib, it is a must upon those who can afford it. ومن آدابها أن يأكل منها ويهدي ويطعم الفقراء. The sunnah is to eat from it, to gift, and to feed the poor and needy. وما أكثر الفقراء والمحتاجين في هذه الأيام. And especially nowadays, numerous of needy brothers and sisters around the world. نجمل أعمال بالإجمال نذكرها على وجه السرعة. We generalize, we mention some أعمال quickly we can do during these 10 days. قراءة القرآن وتعلمه. Reciting the Quran and to teach it and to learn it. Al-istighfar, seeking Allah's forgiveness, saying astaghfirullah, astaghfirullah. ليس فقط باللسان بل بالقلب. التوبة الصادقة النصوح. Seeking Allah's forgiveness not only through our tongues but through our hearts. Confirming the tawbah, the repentance. بر الوالدين, dutifulness to our parents. صلة الأرحام, to connect our family ties. إفشاء السلام وإطعام الطعام, to spread the greeting of peace and to feed food. الإصلاح بين الناس, to try our efforts to reconciliate between people, to do صلح, husband and wife, family members, bringing them together. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, enjoining the good and forbidding the bad. حفظ اللسان والفرج, guarding our tongues and private parts during these days and outside these days. الإحسان إلى الجيران, being dutiful to our neighbors. إكرام الضيف, accommodating our visitors. الإنفاق في سبيل الله, to spend for the sake of Allah. إماطة الأذى عن الطريق, to pick the harm from the sidewalk. النفقة على الزوجة والعيال, to spend justly on our wives and our families. كفالة الأيتام, to be good, to sponsor the yatim, the orphans, to be good to them. زيارة المرضى, to visit our brothers and sisters who are ill. وقضاء حوائج المسلمين, and to fulfill the needs of the Muslims. أي عمل, أي عمل صالح في هذه الأيام مضاعف مبارك. Any good deed during these 10 days, you will receive the reward for it manifold. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد على الأمة, أن يعيد علينا وعلى الأمة الإسلامية هذه الأيام. وقد نجانا الله تبارك وتعالى ورفع عنا هذه الأوبئة والأمراض. اللهم آمين. I ask Allah سبحانه وتعالى
that these 10 days will come and many more to come, while Allah has left away these illnesses and diseases, and make us dwell in safety and security. Ameen. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.